يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من عليه قضاء يوم من شهر رمضان ويريد أن يصوم اليوم العاشر من هذا الشهر وينوي به صيام القضاء وصيام عاشوراء، فهل يجزئه ذلك وهل في ذلك شيء؟ هذه نية مشتركة ما تصلح. ينوي القضاء، ينوي القضاء، وإذا صادف يوم عاشوراء يكون صائما للقضاء، ولعله يؤجر إن شاء الله على وجود الصيام في هذا اليوم وإن كان أنه ناوي عن القضاء. أما أنه يجعل نية مشتركة هذا ما يصلح. نعم.